ايه ده؟ مين اللي جابك انت؟ اكيد اكيد البت هند بنت اماني، اكيد حطيتك هنا ورنت الجرس ومشيت. هي رخمه زي امها. ماشي ابي تعالي بقى دوري عليه هنا. ايه ده؟ في ايه يا عصام؟ في ايه؟ مين اللي بيهزر ده؟ الله، هنهزر بقى؟ ايه ده كمان؟ ده اكيد بتوع حملة التبرع بالدم اللي معسكرين في الشارع، عايزين يحسسوني بالذنب بعد العلقة اللي ادوها لي امبارح عشان اتبرع وبرضه ما اتبرعتش. ماشي ماشي. انا يوم ما اتبرع يا حلوين اتبرع بمزاجي، محدش يجبرني، سامعين ولا لا؟ المرة دي. الله الله الله، يبقى أكيد الأهلي هيلعب النهارده. يا سلام، وكمان بيوزعوا تيشيرتات على المعجبين. الأهلي أهلي برضو يا جماعة. ربنا يقومك بالسلامة يا أبو تريكة. بتعملي إيه؟ رايح الشغل. ايه اللي بعمل ايه؟ ايه؟ شايف ايه يعني؟ ايه؟ سلام عليك. ايه في ايه؟ في ايه ايه؟ دخلت الشقة يا اختي لقيت لك النور مقطوع، والراجل اللي اسمه مارسي جوز اللي انتوا عارفينه طبعا واقف في الضلمة عامل زي شبح اللهو الخفي، وحاطط لي شمعتين على ترابيزة السفرة. انا شفت المنظر ده بعيد عنك، رقعت بالصوت الحياني. انت ازاي تعمل كده؟ يا لهوي، انت عارف مفرش السفرة ده بكام؟ ما انت مش دافع فيه حاجة. مش كفاية بابوه جايبه على حسابه؟ وكمان يا اختي ايه، حطيت لي الشمعتين على المفرش عايز يحرقهم لي، ما هو خدي بالرخيص. لو كان دفع دم قلبه في العفش ما كانش جرى اللي جرى. الراجل يا اختي قعد يبص لي بذهول كده ونزل عليه سهم الله، راح مولع النور. ضربت بعيني كده على ترابيزة الانتريه لقيت لك حزمة حاجة حمرة كده، بدقق فيهم لقيتهم 10 وردات حمر. الفالح داخل عليا ب10 وردات حمر، اللي مر من نفسي يخش عليا بقميص نوم احمر. قلت له ايه ده؟ مش هو ده الورد اللي بيعملوا منه المربى؟ تعالى تعالى يا واكسني وقول لي جبتهم من انهم حل ومن انه داهية، ارجعهم واجيب 3-4 كيلو منه اعمل مربى للتخزين. راح باصص لي كده وزي ما يكون هيطق من جنابه. بعد شويه خد شنطته وعلى بيت امه. يا فكيك، ما هي رجاله بتتلكك على اهون سبب تجري على بيت اهلها. يا واكستي فيك يا مرسي يا اختي. بس انا عايز اعرف هو زعل ليه؟ ما تعرفيش؟ ردي عليها انت لحسن حطق. وتطقي ليه يا اختي؟ طقي ليه يا نهى؟ الله، الراجل عايز يدفع، عايز ياكل مربى، يقول انه عايز ياكل مربى وخلاص. على فكره يشحططها ليه؟ وورد وبتاع وفوازير، فيه ايه يا جماعه؟ ما يقول لها على طول. يا خرابي، انت كمان يا علا؟ يا جماعه النهارده الفالنتاين، الفالنتاين يا شيخة. وانا بقول الدنيا مدهونة صلصة، مدهونة صلصة. فالنتاين؟ هو ده الفالنتاين اللي جايب لي فيه ورد وشمع عايز يولع لي في ام الشقه؟ يا خرابي، هاشكو اليك منك لله يا سمر. هي امه يا اختي اللي مدلعهم، ربيها تربيه خيقه، خليته يفكر في المواضيع التافهه دي. سمر؟ سمر ام المرسي؟ هي المرسي والله. طيب جايز يا ستي كتر خير، على الاقل افتكرك وخليكي زي بقيه الناس اللي بيحتفلوا باليوم ده. بقيت الناس اللي على فكرة، على فكرة ما حدش بيحتفل بالفالنتاين ده خالص. ده بتاع عيال ثانوي ودبلومات، ما حدش غير الناس دي بتفتكر الفالنتاين ده خالص. هابي فالنتاين.
يعني شوفي في دلوقتي مصاريف مدارس وبنزين وزيت وعيش وبيت، بنزين 80 وبنزين 90، الناس مش لاقيه تاكل عشان تحتفل بالفالنتاين. سيبك من هابي فالنتاين. هابي فالنتاين. هابي فالنتاين. مفيش حد مثقف مثقف مش عارف ان الذكرى دي بالذات هي الذكرى العطره بتاعت اعدام اخونا القديس فالنتاين جلوسا على الخازوق. ايش جاب ده للحب والرومانسيه؟ معلش افهم، مفيش حد عاقل هيحتفل بالفالنتاين. هابي زنتين يا فندم، هابي زنتين. بالظبط، مفيش حد عاقل هيحتفل بالفالنتاين. انت طول عمرك كده عدوه رومانسيه، دي عدوه رومانسيه. حلوه النكته دي والله يا نوال، رومانسيه قال هبله وحياه ربنا. يا بنتي الكلام ده كان ايام الابيض واسود، دلوقتي في مصلحتك اولا، دول يومين مصلحتك اولا.